ما قلت لكم مصير يجي الاستراحة. ايوه البس ما يحب الا خناقو. ايش قصدك؟ يعني انا بس؟ ايه انت بس. وشكش الفار. شوف شكش طقطقنا عليه ولا زعل. اذا هو يرضى انا مرضى. خلاص يا تراكم زي ودتوه ما عليك منهم انت. كم يا باي خلينا نلعب بلاي ستيشن. لا 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 انا ماشي مروح البيت والمثل يقول عز نفسك تجدها. تعال والله ما تروح يا باي تعال ايش دعوه. انا ما راح اقعد معاكم في الساحه وانتم تطقطقوا علي. لا يا شيخ مصيرك راجع. ريحه جايه ريحه جايه ريحه جايه. ايش فيك انت؟ عجبكم الطقطقه والهسه اللي سويتوها؟ يلا عيال شيلوا شيلوا انا بودي المستشفى. يلا 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 بسرعه. هو يقرب لك؟ لا ما يقرب لي. ليش شايف في شبه بيني وبينه؟ لا طبعا بالعكس خالص. بس حضرتك مين؟ لان في موضوع كده حيوي عن كفته لازم احكيه لاقرب واحد لي. انا عامر عز اخويا وهو يعزني وانا عزه. بس كده كفايه خالص. شوف يا استاذ عامر الموضوع ان كفته عندي دايما في العياده. كل تاريخه المرضي عندي فحوصاته واشعاعاته وتحاليله كل حاجه. واحب اقول لك بخبرتي وايمامي بالموضوع كفته مش هيطول. 10 ايام بالكتير وكفته هيودع. يودع من؟ لو فعلا يا عامر بتحب كفته وعاوز تسعده اخر 10 ايام ابسطه اسعده فرفشه عيشه في سعاده وسرور وكوبايات في ثواني بتدور. حقق له احلامه يا عامر. معقوله؟ معقوله كفته راح يروح مننا بدي سهوله؟ المهم يا عيال ما يموت كفته وهو زعلان على احد فينا. انت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفته يحللنا ويبيحنا ويعيش اخر ايام بسعاده. كفته لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا اله الا الله لا اله الا الله. كيك مكنكا كيك مكنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك. بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفته سامحني. تكفى والله ما عاد اعودها. وعادي انت بتطقني عادي ترى طقني. اسف ما اقدر اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفته كفته امزح يا كفته. عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. كفته وينك من امس ادق على جوالك مقفل. انت صاحي مو جابك عند بيتنا؟ ابد جيت اطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفته. يا لا تبوسني يا اخي. هذا جزاتي احبك وجاي اطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفته. اصلا اكثر واحد يكرهني انت. قسما بالله غير صحيح. لا تسمع كلام العذال يا كفته. اقول لك انا عندي مشاوير ماني فاضي حق البربره حقك هذه. يلا مع السلامه. والله والله ما تقضي اي مشوار الا معي وعلى حسابي اي شيء تشتريه. امش. هاي كفته كيف؟ حلو بس ابغى حلا. لو سمحت عطنا واحده كليجه هولنديه. ابشر. الله لو يجمع ولته. والمخلوط بحطه في الثلاجه لبكره. ابوك يا الاستغلال. لكن ابشر بعزك يا كفته تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحده كليجه هولنديه. باقي شيء يا حبيبي يا كفته؟ خليها بالليل. بالليل عندنا عزيمه بالاستراحه. ايش المناسبه؟ المناسبه نبي نقول لك الحمد لله على السلامه. اقصد مع السلامه. وين خويك من الموت؟ توه ما جاء. بعدين تعال ترى هو ما يدري لا تفضحنا. مرحبا يا جماعه. حيا كفته 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 حيا
هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 لا, لا تقرب منه وتعديه, خليك بعيد ها, بعدين ترى عليه ضمان, استرح خليك ثقيل. يلا تحية للحاضرين كلهم, واحلى تحية خاصة الكفتة. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا, واستودعناك الله. لا قل له هزين, قل له قل له ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع. ابغى اغنية وداعية. وش دراك عن ايش؟ وش دراك قلبي يهواك, وش دراك قلبي يهواك, وش دراك قلبي يهواك. استرح استرح استرح, ولا داعي ولا داعي, اقصد وش حاب تسمع يعني. لا لا عندي عندي عندك بعدي اغنية. ها يلا طيب. رحوم يلي مات بول شبابه توا صغير السن ما عاش دنيا, مرحوم يلي مات بول شبابه توا صغير السن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ اي هذا هو, هذا جمس قضى عشرة. كل ما شاء الله لا تلحته نشيط, كل ما شاء الله نشيط. خلاص خلاص غن غن غن. شوف كيف قاعد ينطني, معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟ كذا مناعته حتزيد, واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفتة. الجانب النفسي جدا مهم. انت وعامر اخر من حتى على الجانب النفسي, انتم الوحيدين اللي دمرتوا كفتة نفسيته. يا عمي ما قد اذيته. يا ابوي ايش اللي ما قد اذيته وانت شغال بالاربع والخمسه تهزمه في الصوني؟ ايش دخل يا ابوي ذا بلايستيشن؟ يعني اخسر عشان يحللني؟ اي والله يا اخوان ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك انت؟ يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي كفته, من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم, ما نبي نفارقك ولا دقيقه, اكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا, وهذه غرفتك. ها بيتك هنا, بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. يا اسكت اسكت, صوتك زفت. وهو صادق صوتك زفت, لا تغني ها. وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه, يلا خلونا ننام يلا. الحين وش اللي حادنا على المذله ذي؟ والله اني ودي ارثعبه واخربها. يا ابن الحلال تراك مسوي كل هذا الشيء عشان يحللك قبل ما يموت, تحمله كم يوم. هي بس غبني وانا اكثر. وانا اوريك كفتة. امشي امشي. جود مورنينج. صفب يا مستر كفتة. طبعا اطباق الفطور اليوم عندنا الكرواسو, وعندنا التونه متاتا, وعندنا كمان الاومليت اللي هو البيض المخفوق. ترارارا, وهنا جايبين فرنش توست من فرنسا وتحديدا مدينة بوردو لعيونك. ايش هذا؟ فطور فندق؟ ما ابغاه. عفوا مسيو, ليه ما عجبك الفطور؟ انا اسف لانه حقيقة ما يشبع. هاي فقي انت وربي اشبع وجهك بذا. اهدى, ايش تبغى يا طول عمر؟ ابغى كبدة. كبدة, الحق الكبدة يا ولد. بل 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 بل, يوه شوف كيف مسح الصحن مسح وما بقى فيه ولا لقمة. معقولة واحد يأكل الأكل الكثير ده ويموت؟ اذكر الله ولا لا تنحته. ايش كنت عودي؟ أرسل لك الترجمة بالواتس. اسكت لا يسمعنا. كبدة أزيدك؟ لا بس شبعت, خلي الشباب يأكلون دحين. حاب تغسل طال عمرك؟ لا ما يحتاج, أنا إذا كنت ما أغسل. أصلا بتتغسل كلك قريب. ما هو؟ أقصد بالعافية بالعافية. ما في عين العدو إيان الكاذب الهارب. يومين ما أجم بيت والله عربي. كف كف كف, جا 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 جا, بس إنه بس إنه أصلاً ما ضع كفتة لنتون. كفتة كفتة. يا ويله يا بيرنه. عجيبة 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 كفتة عجيبة. الله 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 الله. شكله كمان راح يموت ولا؟ هذا شكله يا بيموت من التخمة. أويلا قول ما شاء الله لا تروح تنحته. ما شاء الله ألف بالعافية يا أبويا. الله يعافيك يا ولدي, صراحة الله لا يلوم اللي يلومك, سحبتك على البيت في مكانها يا ولد. صراحة العيشة عيشة ملوك ما شاء الله. جا
شفت كيف اصحابي يهبوني يا ابويا؟ هذا اللي يسمع نصيحة الكبار، ما قلت لك اسحب عليهم يجونك لحد عندك. قال هالمثل من تغلى تخلى. ودانا 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 كفته صغير يحب النه وكفته صغير يحب النه كفته صغير يحب النه والله صغير يحب النه.